أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. شنت قوات الشرعية اليمنية هجوما على مواقع المتمردين في شارع الستين الذي يربط صنعاء بتعز. وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الشرعية استكملت عملية التمشيط شمالي موزع باتجاه محافظة الحديدة. كما أكدت مصادر عسكرية تقدم الجيش الوطني اليمني باتجاه منطقتي البرح والوازعية. كثفت قوات النظام في سوريا قصفها وضرباتها الجوية على حي جوبر في العاصمة السورية دمشق. قال ناشطون إن الضربات تعد أعنف قصف تشنه قوات النظام خلال حملتها العسكرية التي بدأها قبل شهرين. قصفت قوات النظام المتمركزة على جبل قاسيون الاستراتيجي المطل على دمشق حي جوبر، فضلا عن منطقة عين ترمى بريفي دمشق. يحاول تنظيم داعش السيطرة على أحياء في الجهتين الجنوبية والشرقية من مدينة الرقة. وذكرت حملة غضب الفرات أن اشتباكات تجري بين قوات سوريا الديمقراطية وداعش في حيي هشام بن عبد الملك ونزلة شحادة. وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية سيطرتها على أكثر من نصف مساحة مدينة الرقة. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش نجحت في ضبط معدات وآليات تستخدم في مراسلات تنظيم القاعدة شرقي ووسط البلاد. وكشف الجيش في كل من إسكيكدا والمديا وثيبازا عن عتاد للإعلام الآلي وتسع قنابل تقليدية الصنع وكمية من المواد الكيماوية ومواد غذائية وألبسة. تمكنت دورية تابعة لحرس الحدود الليبي من إنقاذ 155 مهاجرا كانوا على متن قارب متهالك. وقال مصدر في حرس السواحل إن المهاجرين ينتمون إلى 12 جنسية إفريقية وواحد من بنغلاديش، وأن عملية الإنقاذ تمت قبالة سيدي بلال. قتل مسلحو جماعة بوكو حرام المتطرفة 31 صياد على الأقل في هجومين منفصلتين على جزر في بحيرة تشاد في شمال شرق نيجيريا، وذلك بحسب ما أفاد صيادون ومسلحون يقاتلون المتطرفين. ولم تظهر معلومات عن الهجومين على الفور بسبب تدمير بوكو حرام شبكة الاتصالات في المنطقة خلال الهجمات. اتسعت الحفرة الضخمة التي ابتلعت منزلين وجزءا من طريق في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك بعد أن انهارت الحواف المتاخمة للحفرة بشكل مفاجئ. وبدأت الحفرة الأرضية بحجم حوض سباحة صغير واتسعت لتبتلع قريبا وسبعة منازل، مما دفع المسؤولين إلى إجلاء السكان من نحو 10 منازل. نهاية الموجز، تحية وإلى اللقاء.